هي العم ديالي كان معايا دوك نتو هو السائق تاع ديك السياره اللي ما محطوطه تما دروك اللي مرجومه دروك كي كيقولوا نيت. كانوا جايين من مراكش غادي لتالي وين جاي معاه الناس من العائله وجا هو واحد بنت عمتي. المهم الناس من العائله الناس كلهم عائله كلهم اش بنقول كلهم عائله وصافي. وجايين بحال هاد الوقيته البارح بحال هاد الوقيته جايين. المهم داكشي اللي قدر عليهم الله تسدوا الطرقان وصلوا هنا ما وصلوا لي جوندارم والوقايه المدنيه ما وصلوا حتى جوج الليل. ايوا تبزم معاهم التعيا ضربوا خدموا تال هاد الوقيته نيت. وهي دروك جات عاوتاني واحد الرعدة طاع عاوتاني تجبل على داكشي عاوتاني نفس المشكل. دروك حنا كنتسناو تما تقريبا غادي تكون شي 16 واحد اللي حسبنا الناس اللي جايين العائلة اللي جايين شي 16 واحد. وهذا مي كان من قدر الله وما شاء فعل. لا ماشي من نفس العائلة كاينين اللي من نفس العائلة ثلاثة كاينين غير هما الناس اللي كيكونوا تما يعني البلاد جمعهم بدوار واحد أو الوسط. المهم نتا اليوم جمعهم دوار واحد والناس كلشي متشبتشي. المهم كلشي عائلة كلشي ناس جا وكلشي كاين مسكين اللي جاي على رجليه الجندر مسدين طريق فاسني كاين اللي جاي مسكين على رجليه من ويريكان كاين اللي جا الناس ما صابرينش. وانتي كتشوفي عاوتاني تصدمنا بهذا الشيء عاوتاني الجبل عاوتاني اللي طاح هذا الشيء اللي كاين. تقربوا يوصلوا ليهم حتى قالوا خدموا من جوج الليل حتى دابا حتى الخمسة د العشية وعاوتاني وقع نفس المشكل مع الخمسة د العشية داك الشيء اللي وقع البارح هذا الشيء اللي كاين. كاين معاه الدري الصغار كاين اللي عنده ولدو المهم كاين 17 عام كاين 6 سنين. المهم هادشي الحصيلة الناس اللي جاو كل واحد قال لك راه كاين المهم راه شي صيفط موش يا سميتو هادشي اللي قدر عليهم اللهم عندنا ما نديرو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.